اسكولي انذاك في المرتبة السادسة للدوري الايطالي الممتاز. درب فرانسوا زاوي والخطورة في هذه الكرة، ولكن في النهاية اتعدي والمدرب حاتم المساوي بكل التفاعلات بكل الاهات بكرة سعد بكر، نار 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 يا حبيبي نار، وهدف من اجمل ما يكون، احمر اللون احمر اللون في خمسة دقائق، يفاجأ الجميع برد الاعتبار بسرعة جنونية هذه الكرة واليسارية لسعد بكر، يعرف سرها ولد القابسية، وهذه الكرة القوية والبداية كهربائية للنصور القرطاجية، هدف لصفر للمنتخب التونسي، هذا المطلوب يا توانسة يا نصور، هدف أول للعبور، فرحتونا صرخة الأفراح بهذا النجاح في كل دار تونسية، شيء رائع. وإمكانية سعد بكر يعدي علي مالون، مالون بكر، جول 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 جول، صاروخية عابرة للقارات، يا سعد من عنده سعد، يا سعد يا بكر، يا سعد يا مثير، أمين بن عمر علي معلول والسعد بكر والمنتخب التونسي المثير بهدف الأمان والإطمئنان. هات الصورة، شوف الكرة، سعد في البداية، علولو في التمهيد، والسعد في النهاية، والمنتخب التونسي بأجمل رواية وحكاية. اليسارية الذهبية لسعد بكر والأمور التمهيدية لعلولو كابتن المنتخب بكامل حلوله. هدفان لصفر، هذا السيناريو اللي يريده زياد الدربالي وكل اللاعبين والإدارة. يعدي زكاري حكمة الملعب، هجوم عكس المنتخب التونسي، أحمد خالين يعطي كرة لعكاشي، لعكاشي هرب هرب، شد شد، لعكاشي هرب، جول 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 جول، يا سلام يا سلام، لعكاشي مغوار، لعكاشي الفنان الحسين بولت، يا فرانسوا زاوي ما يشدش عكاشي اللي تزهاله الايام بربع اهدافه، دار 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 لعكاشي مع نهاية المشوار، وهدف ثالث من نار لنصور قرطاج، وين سميلا في مهب الريح، والعكاشي يا سلام يسارية إلى الأمام وفي الشباك النيجيرية، ثلاثية تونسية، كل الدلال يا عكاشي بكل الجمال، يا أحمد كورتك في الشباك يا فتاك، عيني باردة عليك يا أحمد، رائع راك، فرحت كل التوانسة بالثلاثية رائعة ومثالية، توسمنا فيكم الغد، نعاتب بعض الأشياء، اليوم مباراة الأبطال، اليوم مباراة حقيقة أداء ونتيجة، يصوب أمين بن عمر، بن عمر جول، أي 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 أي، شنو هذا؟ شنو هذا يا أمين؟ منين جبتها يا أمين؟ من الزاوية 90 في الدقيقة 80 يا أمين يا حبيب الملايين، شاي كبير يا عمري، شاي كبير يا عمري، فرانسوا زاوي بالضربة القاضية بالرباعية، كرة أمين مثالية وقوية عابرة للقارات من بوجعفر، سكنت في الشباك، شوف شوف شوف، بن عمر يا سلام، بن عمر بأجمل أقدام بدون تعليق، إذا كان الكلام من فضة السكوت من ذهب، خليني نسكت، ما عادش نجم نعلق على شمالية هذا الهدف، على قليلة عندي ثواني للراحة.